من الآب والابن والروح القدس آمين. إخوتي الأحبة، كل ست آب بيكون عيد التجدد. هالعيد يلي سمعناه بالإنجيل اليوم عيد رائع جدا. في كثير من القديسين العظام رسموا هالعيد، كتبوا هالعيد برسم حلو طلعت الأيقونة. كل أيقونة إخوتي هي نتيجة وثمرة تأمل كثير كبير بعيشها الرهبان يلي بيرسموا هالأيقونة أو بيكتبوها، بيقولوا بيكتب الأيقونة أون إكخي أون إيكون، بيعيشوا تأمل عظيم بالإنجيل ليكتبوا هالأيقونة تطلع لعنا لوحة رائعة فينا نحطها ببيوتنا. بس تتعملوا فيها بتخدكم لمطارح كثير كبيرة، بتفوتكم على سر الله، سر الكلمة، كلمة الله العظيم. بحب أنا وإياكم نتأمل بهالأيقونة. أكيد في راهب عظيم تأمل بهالأيقونة بقلب الإنجيل اللي سمعتوه اليوم، تأمل فيه من كل قلبه وبلش يرسم هالأيقونة، بيتأمل وبيصوم وبيصلي ليقدر يطلع الأيقونة. مش هيك الأيقونة بتترسم، مش هيك رسمة بيرسم لشخص ومشتهر. هيدي بيضل 40 يوم أو 50 يوم أو 60 يوم أو 70 يوم لتطلع معه أيقونة رائعة من أيقونات مقدسة. اللي نحن ما بنعبد الأيقونات، نحن بنكرم الأيقونة لأنه بتظهر لنا سرها. هالأيقونة اللي شايفينها أكيد في يسوع المسيح بالنص، أبيض بشعر، مشعر ببياض وبمجد، لون الأبيض لون المجد، مجد السماء، مجد ابن الله الحي. عشان هيك إخوتي كل واحد بيتعمد بنلبسه أبيض لأنه بصير ابن الله. وهيدي العلامة الكبيرة للثوب اللي لابسه الرب بهالقد يكون هيدي، يعني هو ابن الله، هو ابن الله الحي. هيدا يسوع الإنسان يلي تجسد بيناتنا، هو الله، هو ابن الله، فيه طبيعتين إلهية وإنسانية. هيدا اللون الأبيض العظيم اللي شايفوه الرسل. وحتما على اليمين وعلى الشمال في موسى وفي إيليا. ليش روي منظار وموسى وإيليا؟ بص هيك بسأل اليوم أنا، ليش ظهروا هالاثنين في قلب هالإنجيل هيك قدام الرسل؟ أولا إخوتي بقول لكم عن موسى. ليه؟ موسى بيمثل شريعة العهد القديم، شريعة الحرف، شريعة الموت. ربنا فرض هالشريعة على الشعب اليهودي ليقدر يضبطهم ويضلوا يحبوا ويعبدوا. ويا ما كان القاسي هالشريعة، قاسي كثير، كانت تلزمهم بكثير أمور. بتعرفوا أنتوا اللي بيعرف يهودي بحياته، صديق يهودي بيعرف نهار السبت بدهم يمشوا كذا كيلومتر، بدهم ياكلوا من هالاكل بهالطريقه وبهالقصه وبهالحكايه، وكل هي كل شكل كل قصه بده يكون مدروس، يعني مربوطين مسجونين بهالشريعه. وهيدي الشريعه اعطيها ربنا لموسى بفتره محدده، لكن اجى المسيح، هو المسيح بده يفرض الشريعه ويعطي شريعه جديده. عشان هيك اليوم موسى عم بيقول ليسوع أنت الشريعة الجديدة. خلصت شريعة القديمة، الشريعة الموسوية القديمة يلي بتربطنا يلي بتسجننا، خلصت. أنت الشريعة الجديدة، كل الناس بدها تسمعك. أنت شريعة الحب، أنت شريعة الحب، شريعة الحرية، شريعة السلام، شريعة الغفران. أنت هيك كان عم يحكي موسى مع يسوع. إيليا بن إيمان، إيليا هالنبي العظيم اللي عيدناه كمان الشهر الماضي، هالإيليا العظيم إخوتي، هالنبي الحي، هالنبي الحي اللي طلع بمركبة نارية إلى السماء. وكانوا الشعب اليهودي منتظرين إيليا. ليه منتظرينه إخوتي؟ منتظرين إيليا لأنه بس يجي إيليا بده يبشر بوصول المسيح على الأرض. هيك كانوا اليهود ناطرين إيليا، وإجا إيليا بيوحنا وما آمنوا فيه. ولكن إيليا عم يقول بهالوجود وبهالأيقونة أيديه مع يسوع المسيح، عم بيقول له أنت المسيح،
انت المسيح. يا ناس كلكم عرفوا يسوع يلي ولد من احشاء ابن مريم العذراء هو المسيح، ما في غيره مسيح، وهو المخلص البشريه كلها. هيدا وجود ايليا، هالنبوه المسيحانيه عم يعلننا اياها اليوم بهالايقونه بهالانجيل. هو المسيح، يسوع هو المسيح، يسوع الانسان يلي مات وصلب من اجلنا، قام لانه هو المسيح. كلام هالانجيل اللي بنسمعه كل يوم، اللي بتقروه كل يوم، هو كلام مسيحاني، كلام بيعطيكم الخلاص، مش حيالله كلام. هيدا وجود ايليا اليوم. ولكن الرسل قالوا له يسوع هيك بدنا نعمل مزار، يرجعوا على العهد القديم، عيد المزار كان عيد الشريعه، اعطانا ربنا الوصايا العشر لموسى، عملوا مزار وتحته عملوا خيام وقعدوا، بدهم يرجعوا على العهد القديم. دغري صوت من السماء بيقول لهم، الآب بيقول لهم هذا هو ابن الحبيب، فلو اسمعوا مش ترجعوا للعهد القديم، خلص، خلصت خيام العهد القديم، بلشوا عيشوا انفتاح العهد الجديد، شيلوا مثل ما بيقول مع بولس البرقع عن قلوبكم، شيلوا هالحجاب يلي بغطيكم عن الله، شيلوا الحجاب يلي بعدت الله فيكم، شيلوه عن قلوبكم، افتحوا حياتكم، افتحوا قلوبكم للنور. هيدا الاساس، لانه هيدا النور رح بيحررك، هيدا النور رح بيعطيك السلام، هيدا النور رح يعطيك طريق السماء، لانه هيدا هو نور الحقيقة، نور الحقيقة، ابن الله الحي، نور الحقيقة، يلي بده يخلص البشرية. نيالوا اخوتي، امام هالمشهد الرائع من الانجيل بشوف وش الله. هيدا اخوتي بده صعود للجبل، للجبل. يسوع ما اجا هو والرسل بالوادي قعدوا عملوا هالحديث، هيدا هالحدث ما صار بوادي، صار بجبل، جبل الروح. ما فينا نشوف وش الله نحن وقاعدين بهوة الخطية، ما فينا نشوف الله نحن مسروبين بظلمة الشر. بدنا نتحرك اخوتي، نطلع نصعد زيتنا بالتأمل، نكرس وعد نطلع فيه من كل جيدنا، من كل تحذيرنا، من كل ضجة حياتنا، نطلع على الجبل لفوق نقول له للرب، نفتح الانجيل، اتجلى يا رب بوجهي، خلي كلمتك تتجلى امامي، طبعني بوجهك يا رب، تسير انا تجليك بهالعالم، تسير انا وجهك بهالدنيا. هيدا غاية التجلي، هيدا الغاية الاساسية، وجهك يصير وجه الله، وجهك وجهك يصير وجه الله بهالعالم. نيالو اخواتي، ولا مليون مرة انا نيالو اللي بيقولوا له شايف فيك وجه الله. خايف اذا ما حداش قال لي اياها، ما حداش قال لي اياها بعد، مش خارج الشغلة، بس نيالو هيك، كثير منكم هيك شوفين وجه الله، وجه الحقيقة، وجه النور، وجه القداسة، وجه الطهارة. نيالو اخوتي اللي بينطبع فيه وجه الله، ببلش يشع بوجه الله بالدنيا. عيد التجلي اخوتي، ساعة اللي انت بيتجلى فيك الله، ساعة اللي بتصير تشوف الله بكل انسان، بالفقير، بالمحتاج، بالتعذيب، بالمريض، وين ما كان، حتى بالخاطي. نيالو اخوتي، يسوع كان يخلص الخطأ اكيد، يشوف فيهم وجهه، ويجرب يحرر وجهه من قلب الخاطي، ليتحرر من الخاطي، ويبلش يبين فيه وجه الله. اخوتي، كل انسان فينا انسان تجلي، انسان تجلي، نيالو وطوبى لقلبه يلي عطول بيتجلى فيه صورة الله، بيتجلى فيه حب الله ورحمة الله وسلام الله على البشرية. طوبى لك. بس هيدا الشيء ما بيصير إلا إذا صعد على الجبل وخلى وجه الله من خلال الكتاب المقدس، من خلال القربان، من خلال قراءتنا الروحية، من خلال مرافقتنا مع كاهن، طيب يصير وجه الله ينطبع.
Chers frères et sœurs, aujourd'hui je vais dire rapidement, bien sûr, cette icône, l'icône de la transfiguration. Bien sûr, c'est une icône écrite, on dit, on écrit une icône, on ne dessine pas une icône. Parce qu'on médite la parole de Dieu, et à travers cette méditation, avec beaucoup de jeûnes, et 40 jours, 50 jours parfois, pour qu'un moine réussisse à écrire une icône comme celle-là. Et cette icône reflète beaucoup cette divinité, la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien sûr, Jésus, cet homme de l'histoire, cet homme qui est né des entrailles de la Vierge Marie, cet homme qui est incarné, qui a pris notre chair, bien sûr, il est Dieu, il est un vrai homme, il est un vrai Dieu. C'est ça la lumière de le blanc lumineux de cette icône-là. Et chacun de nous, après son baptême, il porte ce blanc-là pour qu'il symbolise qu'il est devenu le Fils de Dieu. Et puis, alors, c'est Moïse et c'est Élie. Moïse, c'est-à-dire la loi, il symbolise la loi, l'ancienne loi, la loi de la lettre, la loi de la mort. Et ici, Moïse est en train de dire au Christ, c'est fini la loi. C'est fini la loi de la mort. C'est fini la loi de l'ancienne alliance. C'est fini. C'est toi la nouvelle loi. C'est toi l'amour nouveau qui va sauver nous. C'est toi la loi de la loi. Et Élie, de votre côté aussi, ce grand prophète vivant, il est encore. Jusqu'aujourd'hui, les peuples juifs attendent la venue de Élie pour qu'il leur montre qui est le Christ. Et voilà, Élie dit au Christ, tu es le Christ. Il dit à Jésus, tu es le Christ vivant. Tu es le sauveur du monde, l'unique sauveur du monde. Voilà, c'est une icône qui montre vraiment la splendide nature divine de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est lui-même le sauveur du monde. Et voilà, du haut des cieux, le bon Dieu lui dit, voici mon Fils bien-aimé, écoutez-le, méditez-le, montez sur cette montagne et essayez de vivre cette expérience de la transfiguration en méditant la parole de Dieu. C'est ça l'appel de cette icône aujourd'hui. C'est ça l'appel de la parole de Dieu aujourd'hui. Montez de vos détresses, de vos péchés. Libérez-vous de tous les péchés du monde qui mettent le voile sur votre cœur afin que vous ne voyez jamais le mystère de Dieu. Enlevez ce voile noir. Enlevez-le. Ouvrez vos cœurs à la méditation afin que la lumière de Dieu vous couvre, afin que le visage de Dieu s'imprègne sur votre visage et que vous soyez vous-même la transfiguration de Dieu dans ce monde, la transfiguration de son amour, de sa miséricorde envers tout homme. Vous êtes la transfiguration de Dieu. Heureux ceux et celles qui vraiment les autres viennent voir en eux les visages de Dieu. Ceux qui transfigurent le visage de Dieu en eux. Que Dieu vous bénisse et que vous soyez toujours la transfiguration divine dans ce monde ténébreux, dans ce monde de moindre, parce que le Christ va travailler en vous, en vain, afin que vous soyez les co-sauveurs des pécheurs du monde entier. Amen. Non, mais l'air.